بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الأول الثانوي الأعزاء، مرحب بكم في سلسلة مراجعة الكيمياء للترم الأول 2022. هنحاول نراجع على الأبواب بسرعة، شرح مختصر تفصيلي للأبواب عشان اللي ما خدش باله الفترة اللي فاتت. عشان اللي ما خدش باله الفترة اللي فاتت او اللي ما ذاكرش او اللي نسي يراجع بسرعة خلال الايام الباقية على الامتحان ويكون جاهز. هنحاول نستدلكه شرح سريع للابواب الاول والتاني والتالت في مقرر الكيمياء الصف الاول خلال فيديوهين او ثلاثة تباعا النهاردة والايام اللي جاية، وبعد كده هيتبعوا ده بمراجعة بقى ايه نهائية شاملة مع نماذج اسئلة امتحانات نظام جديد اختر زي اللي هتجيلك في نص السنة على التاب. في نماذج هتبقى محلولة ازودك بيها، وفي نماذج هديك لينكات بحيث ان انت ايه تحاول تحلها بنفسك وتعرف اجاباتها. وعلى جميع الطلبة والطالبات في القاهرة الجديدة وفي مدينة نصر وفي الرحاب، يعني ايه اهتموا بالامتحانات دي، لان طبعا ايه الوزارة مهتمية كتير بالنظام الاسئلة الالكترونية الجديدة، لان ده النظام اللي هيستمر معاك لحد الثانوية العامة. فأرجو ان انتوا تشاهدوا الفيديو واعذروني ان احاول اسرع
شوية عشان ايه ما ياخدش منكم وقت طويل. يعني انت لو في جزئية مثلا ايه فاتتك ممكن ترجعها تعيدها تبص عليها. وان الفيديو النهاردة هيكون على الباب الاول، وبعد كده ايه والمراجعة كده تابعني وايست استفسار عن أي حاجة في التعليقات في قناة الكيمياء كده. شكرا والسلام عليكم.